التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. نذكر بالتوقيت الأفضل، أنا مع حشيمة للسيد عبيد بسلطان بالرشيد الكتبي صاحبة أول أشواطي، أيضا اللقاية المهجنات الأصايل، حيث هنا قطعت مسافة السباق من 5 كيلومترات ب7 دقائق 38 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، مهدي أهالي العوير وأهالي الحباب هذا الفوز، ومهدي أيضا دكتور الأصايل بالفعل على هذا الفوز. هذه كما تشاهدون عبر قناة أبو ظبي الرياضية العودة إلى مجريات هذا الشوط مع انطلاقة وبداية الجولة أيضا الثالثة التي شاهدنا من خلالها الأبكار المحليات. ننطلق مع 10 الأشواط، ويأتي هنا الشوط 10 يحمل الأبكار اللقاية المهجنات الأصايل. نتمنى للجميع التوفيق والسدادة والنجاح بإذنه تعالى. مباشرة أسير مع صدارة، أسير مع مقدمة هذا الشوط برمجة محمد بالعصري بن سعيد الخيلي، من يأتي على صدارة على المقدمة، بينما اللي في المركز الثاني العنود حمد بن عوض بن زيتون المهيري من وصل في ثاني المراكز. المركز الثالث هناك أيضا القادم الغزيل سالم بن حمد، سالم بن علي بن حمد الفهيدة المري وصل على المركز الثالث. المركز الرابع تأتينا هناك بن صغان سلطان بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي، يأتي هنا أيضا بقيادة أبو منصور الشيب بن علي من قدم لنا قبل قليل سلهودة بهذا الاندفاع الرائع والجميل، بقيادة أيضا أحد فرسان الإمارات محمد بن شيبة السبوسي. نتواصل في الانطلاق مع المركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات بلشة هديب بن سعيد بن علي اليربوعي المري، راعى الضبية في أيضا أحد أشواطي هذا اليوم وبالتحديد الشوط السادس، يتواجد ليقدم بلشة، ولكن هنا يصل في هذه اللحظات المنطلق من خلال المشاركة شديدة سيف بن عبيد بن غنام المزروعي اللي وصل على المركز السادس، بينما المركز السابع اللي وصلت في 7 المراكز هنا القادمة في هذا الانطلاق أيضا يا مخرجنا من تحمل الرقم 52 هنا على في المجموعة الثانية بالفعل هي اللي وصلت في هذه اللحظات شديدة، سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي هنا تحمل هذا الشعار الكبير والغالي أيضا مشرفة، وصلت حمد بن حمد سالم بن جهويل وصل في هذه اللحظات ليقدم أيضا مشرفة على المركز الثامن. 9 المراكز من خلال تواجد شعار بن غصنة، وصلت جواهر مسعود بن سعيد سالم بن غصنة وصل العامري، ولكن هناك الدخول على المركز العاشر من خلال جبار سيد حياب بن مطر بن سعيد بن حاذا الكتبي. هذه 10 المراكز الأولى القادمة هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط وأنطلق مع الصدارة. هنا بن زيتون بدأ يغير من مركز إلى آخر، بن زيتون حمد بن عوض بن زيتون المهيري أيضا قادم من ميدان أبو سمرة بوجه التحديد للمشاركة هنا من خلال تواجد العنود، ولكن هنا شعار راعي مبلش القادم من خلال أيضا تواجد هذا الاسم والمندفع هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام اللي وصل في هذه اللحظات. سالم بن علي بن حمد الفهيد المري يقدم الغزيل، بينما هناك وصلت في هذه اللحظات اللي بن صغان سلطان بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي بالفعل يقدم بن صغان، ولكن ايضا المطوع وصل يقدم جبار حياب بن مطر بن سعيد بن حاذا الكتبي، وصل ابو محمد هنا مقدما هذا الاسم وقادما للمشاركه بالفعل من خلال الانجازات الكبيره مع هذا الشعار، ولكن هنا ايضا مشرفه حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، وصل بن غصنه وصل بن غصنه من الجانب الاخر مقدما لجواهر مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنه المري العامري، وصل في هذه اللحظات، ولكن هناك مشاهدينا الاعزاء وصول من العنود سيف بن مسر بن راهد العميمي اول لده وركز يا ابو سيف، هذه هي ايضا العنود قادمه بكل اداء رائع جميل خيره محمد بن عبيد بن راهد بن بعيران المري، وصل في هذه اللحظات ما شاء
الله أسماء قوية عملاقة وصلت شديدة. سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي بدأ يتدخل من عمق الميدان، ولكن نسيم عبيد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي وصل بهذه اللحظات وينطلق مع نسيم. هنا أول لدى لنسيم، أسماء قوية وعملاقة قادمة للمشاركة هنا، ولكن الوصول من خلال شوك علي براهيم سعيد بن رايه المري. 1500 متر هي المسافة المتبقية من عمق الميدان. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى جبار أحياء بن مطر بن سعيد الحادث الاكتبي. أيضا أبو محمد يقدم هذه الانطلاقة الرائعة، ولكن بن جهويل، بن جهويل هنا يقدم مشرفه حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. ايضا المري، ولكن هنا وصلت جوار مسعود بن سعيد بن سالم بن غصن العامري تدخل في هذه اللحظات. وهنا الاسم القادم وصلت اللي هي العنود سيف بن مسر بن راشد العميمي، وصل راعي شاهين في هذه اللحظات. ونحن نقترب من الكيلو الاخير، دخلنا اجواء هذا الكيلو، دخلنا اجواء هذا الكيلو، ولكن الصداره المركز الاول هنا مشرفه حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري على الصداره على المقدمه. وصلت العنود، وصلت العنود، تدخلت العنود في هذه اللحظات. ايضا لسيف بن مستر بن راشد العميمي وصل في هذه اللحظات، يقدم العنود في هذا الانطلاق الجميل، تحركات جباره. ولكن بن رايه، بن رايه تحرك، بن رايه تحرك مع شوق علي براهيم بن سعيد بن رايه المري. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا وصلنا مع 500 متر الاخيره. وصلت نسيم، وصلت نسيم مع نسيم الوثب الراية. هنا نسيم القادمة لعبيد وسلطان بن رشيد الاكتبي، ولكن أعود إلى العنود، العنود على الصدارة، العنود على المركز الأول. تحركاتي أيضا من مشرفة، 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 ولكن بن رشيد، بن رشيد وصل، بن رشيد وصل، يبحث عن النقطة الخامسة في هذا الصباح. الله 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 يا أبو محمد، بدأ يغير، بدأ ينطلق إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط. إذا نسيم، نسيم، نسيم على المركز الأول، عبيد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، تهانينا والناموس. سلام يا العوير، سلام يا العوير للمرة الخامسة، سلام يا الهباب على هذا الأداء الرائع والجميل. المركز الثاني وصلت الشرفة، هناك حمد بن حمد بن جهويل. المركز الثالث العنود اللي في ثالث المراكز سيف بن مسر بن راشد العميمي. المركز الرابع شوق علي بن راشد بن سعيد لفريق المري. المركز الخامس كان دخول جماعي ما بين ايضا غزاله مبارك بن عبد الله بن مسر بن سفران، وايضا الرياضيه لراشد بن محمد بن راشد المري. ولكن العوده هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام على حضاره الاعاده والتوقيت الزمني لهذا الشوط العاشر، ذلك الشوط الاخير المهجنات الاطايل. يتبقى لدينا سبعة أشواط في برنامج سباقي هذا اليوم. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذه هي نسيم وأيضا عبيد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. سبع دقائق 44 ثانية وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس. المركز الثاني سبع دقائق 45 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، مشرفة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الثالث كان وصول بسبع دقائق 46 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. هناك وصلت العنود للسيد سيف بن مسر بن راشد العميمي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.